الا سمية من القنيطرة، صباح الخير. صباح الخير اختي دنيا، كده لاباس عليك؟ اهلا وسهلا، مرحبا. هانية الله يبارك فيك، كي صبحتي مزيان؟ لاباس الحمد لله، بارك لا الله يخطيك، فيك. كان لا لا بغيت مرحبا. نتواصل معاكم ولكن الخط ما كيشدش ليا. نعم، فكثير السيدات كيتشكاو، ولكن غير حاولوا الخط غادي يشد باذن الله. شكرا نعم. اختي دنيا، اليوم غنقول لك واحد البطبوط. بطبوط. كانت بطبوط زوين كيجي بزاف، هو قديم شويه ماشي ديال العصر دابا، ولكن تيجي زوين. كناخدو جوج سلايف ديال طحينة الفورص. البطبوط خاوي ما فيه حتى حاجه. لا خاوي هذا بالطبوط، ولكن من فوق كندهنوه بالعسل والزبده، نعم، مخلطين اذا بحال ندهنوه بالعسل والزبده. شنو عندنا جوج غنحتاجو؟ سلايف، عندنا جوج سلايف ديال طحينة الفورص، جوج زلايف طحين فورس. وزلافات ديال طحينة الفينو، يعني باش كنخلطو طحينة الفينو، وكنديرو وزلافات شوية طحين فينو. وكنديرو شوية الخميرة الدار، وكنديرو فيه خمارة ديال الحلوى، بلاتي خميرة ديال الدار وخمارة الحلوى، وخمارة الحلوى. وجوج معالق د الزبدة، ومليحة، وشوية سكر، بلاتي جوج معالق زبدة مليحة ومليحة، وشوية سكر وشوية سكر. ديال السكر، وكنشدو هذيك العجينة مزيان حتى كنعجنوها، حتى كتخلط مزيان، وكنديروها في واحد البلاستيكة وكنسدو عليها مدة عشرة دقائق، كنحيدوها من هذيك الميكا، وكنبكوها مزيان، وكنقطعوها على شكل ديال الرغيفات، وكنطلقوها مزيان بالزبدة وشوية الزيت والسميدة، وكنجمعوها بحال شكل ملوي كتعرفي، نعم. وكنخليوه حتى كيخمر وكيجيو غزال، يعني هاد البطبوط كيجي زوين بزاف. نعم وعندي كيكة، نعم كيكة غادي نخليوها حتى هي من بعد، باش كل واحد نعطيه فرصة معنا نجي من جديد.